بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. واليوم نكمل آداب قاضي الحاجة، يعني أثناء قضاء الحاجة وما بعدها وما قبلها، كلها متعلقة بآداب. يعني قبل أن يقضي حاجته كيف يدخل إلى الخلاء وماذا يقول، هذا قبلها، وأثناءها كيف يقضيها بمع مراعاة الأدب وحالته وهيئته، ثم بعدما يقضيها ما هي الأداب التي يفعلها. بعدما تكلمنا على كيفية الاستنجاء وحكم الاستنجاء في الجلسات السابقة، يقول: ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء. بنقرأ شرح ابن قاسم الددون الحاشية: إن لم يكن بينه وبين القبلة سافر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم، والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس، فاستقباله واستدباره مكروه. ويجتنب ندبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس، وفي موضع الظل صيفا، وفي موضع الشمس شتاء، وفي الثقب أو الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعا الضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما أن يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما، وقال في شرح الوسيط أن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا، وقال في التحقيق أن كراهة استقبالهما لا أصل لها، وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. هذا الكلام هو المتن والشرح، هنحاول بقى نقرأه بالتفصيل. قوله ويجتنب، يعني قاضي الحاجة يجتنب، هذا شروع في آداب قاضي الحاجة بعد أن تكلم على الاستنجاء، ففيه مع الترجمة لف ونشر مرتب. فقد ذكر في الترجمة أن هذا الفصل معقود للاستنجاء وآداب قاضي الحاجة، يبقى قال إن الفصل ده معقود لحاجتين: للاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. بدأ بالاستنجاء وانتهى منه، ناقص إيه؟ آداب قاضي الحاجة. فده يسموه لف ونشر مرتب. يعني الأول قال اللي هيقوله كله في الباب هو عبارة عن الاستنجاء كيفية وتعريفا وحكما، ثم آداب قاضي الحاجة، مظبوط؟ وبعدين بعد كده ابتدى يشرح مرتبا، فبدأ بالاستنجاء كما ذكره أولا، ثم بعد ذلك ثنى بأداب قاضي الحاجة كما ذكرها مؤخرا، فيسموه لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب، زي ما يجي في القرآن مثلا
ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يعني تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، مش كده برضو؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي لفه اهو، لف وبعدين ابتدى ينشر، ايه فايدة الليل وايه فايدة النهار؟ لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، مراعيا ترتيب المذكور اولا ينشر فائدته اولا، والمذكور ثانيا ينشر فائدته ثانيا، يسموه لف ونشر مرتب. واحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب، زي في القرآن برضو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت يبتدي باللي اسودت، مع انه كان لو مرتب يبتدي باللي بيض. فاما الذين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. يبقى يسموه لف ونشر غير مرتب. يبقى احيانا ياتي اللف والنشر مرتب، واحيانا ياتي اللف والنشر غير مرتب، والاثنين المرتب وغير المرتب بليغ، لان جاء القران بهما. لكن في الغالب في كتب الشرح يراعوا الترتيب تيسيرا على الايه؟ على التلميذ اللي بيحاول يتعلم، يراعوا الترتيب. وعلى شكله بيقول ففيه مع الترجمة لف ونشر مرتب، لأنه هذا فصل معقود في الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. اتكلم على الاستنجاء حوالي صف، بعد كده سن بأداب قضاء الحاجة، يبقى لف ونشر مرتبا. هذه معنى لف ونشر مرتب. فقد ذكر في الترجمة أن هذا الفصل معقود للاستنجاء وأداب قاضي الحاجة، وقال ويجتنب وجوبا، يعني حكم اجتناب التوجه للكعبة أو استدبار الكعبة حال البول والغائط، حكمه إيه؟ أنه واجب عليه أن يجتنب هذا، بشرط ألا يكون في البنيان، أو إن كان في بنيان ألا يكون هناك ساتر يبعد عنه أكثر من 3 أذرع، أو أن يكون هناك ساتر يقل ارتفاعه عن 3/4 ذراع. فإن قل عن 3/4 ذراع ارتفاعه، والذراع حوالي 40 سنتي، يبقى 3/4 ذراع يعني ايه؟ يعني حوالي 20 سنتي، يعني ممكن بكف ايده كده يستر نفسه كويس، لان كف الايد 20 سنتي تمشي. وهيجي في التفصيل يقول لك انه ممكن لو لم يجد بكف ايده، يبقى لو كان هناك ساتر يستره يبقى يكون ارتفاعه 3/4 ذراع فأكثر إن كان قاعدا، وإن كان حيبول واقف يبقى لازم يغطي لحد السرة يرتفع، وألا يبعد هذا الساتر عنه أكثر من 3 أذرع، وإلا لو لم تتوفر هذه الشروط يبقى يحرم في الصحراء. طب وفي البنيان المعد لذلك؟ يبقى يكره بس إذا كان البنيان غير معد لذلك، أما إن كان معدا لذلك فيبقى خلاف الأول. واضح؟ وخلاف الأول أخف من المكروه، يعني كأنه مباح بس يعني لو يقدر يعني يلف نفسه شوية كده يبقى أحسن. والمهندس في التصميم لو قدر يراعي الحكاية دي وهو بيصمم البناء بتاع الخلاء يبقى خير وبركة. فهنا بيقول ويجتنب وجوبا، لما كان قول المصنف ويجتنب محتملا للوجوب والندب، يعني محتمل ان كلمة يجتنب دي تبقى على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الوجوب، فهو قال لك وجوبا علشان يبين لك ان حكم الاجتناب هنا هو الواجب، واجب شرعا. صرح الشارع بقوله وجوبا، لكن لا يجب الا اذا لم يكن ساتر، يعني كان في صحراء او في مكان ما فيش ساتر خالص، او كان هناك ساتر ولم يبلغ 3/4 ذراع ارتفاعا، او بلغهما وبعد عنه اكثر من 3 أذرع. ولذلك قيده الشارح بقوله ان لم يكن، فيحرم الاستقبال والاستدبار في هذه الصور الثلاثه، اللي هو الا يكون هناك ساتر، او يكون ساتر اقل من 3/4 ذراع، او يكون هناك ساتر
ثلثي ذراع ولكن على بعد أكثر من 3 أذرع. واضح؟ يبقى دي الصور الثلاثة. فإن كان ساتر يبلغ ثلثي ذراع فأكثر ولم يبعد عنه أكثر من 3 أذرع لم يجب الاجتناب بل يندب بقى. يبقى ساعتها نقول له يستحب بقى، لو جبنا الساتر ده بقى الاجتناب مش واجب لكن يستحب فقط. ويكون كل من الاستقبال والاستدبار حينئذ خلاف الأولى على المعتمد، يعني المعتمد في المذهب، لأن في آراء في المذهب كثيرة. هو بيقول لك المعتمد الخلاصة. وقيل يكون كل منهما مكروها، وكل هذا في غير المعد، في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. أما في المعد فلا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى مطلقا. نعم يكون كل منهما خلاف الأفضل. يبقى إيه خلاف الأفضل؟ وخلاف الأفضل أقل من خلاف الأولى، وخلاف الأولى أقل من المكروه. واضح؟ كما قاله ابن حجر اللي هو الهيتمي، حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة. يعني إمتى يبقى خلاف الأفضل في البناء المعد؟ إذا أمكنه الانحراف عن القبلة بلا مشقة. إنما المكان ده لو انحرف عن القبلة هيخبط في الحيط، هيخبط في الحنفية، واخد بالك إزاي؟ هيخبط في الحاجة المعدة إنه يستنجي بها، يبقى المكان ضيق، يبقى خلاص بقى هو مكان معد على كده يستعمله. قاضي الحاجة أي المتلبس بقضائها بالفعل، إذ لا يجب عليه الاجتناب إلا في حال قضائها بالفعل. يبقى في حال قضاء الحاجة بالفعل. فقول المحشي أن من يريد قضائها لا يناسب الاجتناب. يعني الواحد بيبقى داخل بيريد لسه قضاء الحاجة، يبقى مريد قضاء الحاجة ده ما يجتنبش، لأنه لسه الاجتناب يجب لقاضي الحاجة بالفعل، وقت قضاء الحاجة بالفعل. بيرد على المحشي اللي قبله الشيخ البراماوي قال أي مريد قاضي الحاجة، فيقول لا، كان حق المحشي ما يقولش مريد قاضي الحاجة، كان حقه يقول الذي يجتنب هو الذي يقضي حاجته بالفعل مش مريد قاضي الحاجة. واضح؟ أي من يريد قضاءها لا يناسب الاجتناب الذي كلامنا فيه، وإن كان يناسب بعض الآداب زي الآداب اللي هي بيعملها قبل ما يقضي حاجته، كتقديم اليسار على اليمين عند دخوله الخلاء، دي آداب قضاء الحاجة قبل قضائها، كتقديم اليسار على اليمين، يعني يدخل برجل اليسرى أولا على اليمنى قبل اليمنى عند دخول الخلاء، والتعوذ يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث ونحو ذلك. والحاصل أن بعض الآداب يناسب المتلبس بقضاء الحاجة بالفعل كالاجتناب المذكور، وبعضها يناسب من يريد قضاءها كالتعوذ ونحوه. زي برضه ما يجي يقلع هدومه، يوم ما يرفع ثوبه يرفع ثوبه وهو بيقعد، مش يرفعه كده ويعري نفسه، يبقى يرفع بقدر ما بيقعد بحيث يبقى برضه مستور وهو بيقعد. واضح؟ دي كلها برضه آداب قبل القضاء. وبعضها يناسب من فرغ من قضائها، يعني وبرضه في بعض الآداب يبقى تناسب اللي انتهى بقى من قضاء الحاجة، كتقديم اليمين على اليسار عند الخروج العكس يعني، وكقوله الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته وأخرج عني أذاه، وده دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى قول إن سيدنا نوح كان بيقوله برضه النبي. وشمل كلامهم غير المكلف. طب افرض صبي غير مكلف، يبقى الوجوب في حق وليه أو مؤدبه يقول له اعمل كذا، يبقى الوجوب مش في حق الصبي، في حق اللي بيأدبه وبيعلمه. وشمل كلامهم غير المكلف، لكن الوجوب في الاجتناب والندب في غيره من بقية الآداب بالنسبة لوليه، فيجب عليه أن يأمره باجتناب الاستقبال والاستدبار، ويندب له أن يأمره باجتناب ما يأتي. قوله استقبال القبلة أي عينها يقينا، عينها يقينا يعني لو كان في حتة شايف الكعبة، يعني ده معناه شايفها عينها يقينا، يبقى ساعتها يجتنب بقى اللي شايف. أي عينها يقينا في القرب وظنا في البعد، اللي هي الجهة بقى، في البعد يبقى الجهة. وكذا يقال في استدبارها، ويحتمل أن المراد الجهة، يعني جهة إيه؟ لقوله في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا،
واستوجهه بعضهم وقال به الرمل، ثم اعتمد الأول. والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة، وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا، وإن لم يكن بعين الخارج فيهما، لأن في ناس فهموا خلافا لبعض الفقهاء قالوا استقبالها واستدبارها، استقبالها المقصود به بالبول فما يبقاش واقف والبول جاي في جهة الكعبة، فيبقى ده خاص بالواقف ويبقى الاستقبال متعلق بالبول، وقالوا ان الاستدبار يكون بالتبرز مستدبرا الكعبة في حال الركوع، بس الكلام ده مش معتمد. ليه؟ لانه ده على ظاهر القول، لكن هو حتى في الجلسة المعتادة لا يستقبلها ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ده كلامه. علشان هو بيقول لك كده ليه؟ لان قد تقرأ في بعض الكتب الطويلة هذا القول فيقول لك اعرض عنه، يعني لا تهتم به. لا ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، خلاف الأولى يعني، خلاف الأولى، وخلاف الأولى يعني ما فيهاش حاجة. هي الأولى إن هو يبقى وجهه كده متوجه نايم على جنبه اليمين وباصص في اتجاه القبلة، ده الأولى إن كان يريد النوم، وإن كان مضطجعا يريد الصلاة للعجز عن القعود يبقى رجله في القبلة علشان يبقى باصص في اتجاه، يبقى نايم كده باصص في اتجاه ويبقى رجليه في الابل. ان كان يريد الصلاه من اضطجاع لانه لا يستطيع القعود. فان كان قاعدا يبقى يقعد ويرفع فرد رجليه كده في حال برضه قعوده للصلاه. واضح؟ يعني بتختلف احواله. لكن لو يريد النوم المعتاد يبقى نايم كده زي اللي مدفون. زي ما بتدفن انت الانسان في القبر بتدفنه، نايم على جنبه اليمين باصص للقبله. واخد بالك؟ ورأسه جهة يمين القبلة. واضح؟ زي ما بتصلي عليه في الجنازة بتحطه ازاي؟ بتخلي رأسه كده جهة يمين الإمام، مش كده برضه؟ وكده بتقف تصلي، بتدفنه بنفس الطريقة بس بتحط شوية تراب تحت ظهره بحيث يبقى مايل كأنه في اتجاه القبلة كده. وإن لم يكن بعين الخارج فيهما، خلافا لمن قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة. يعني كده هو بإيه اللي هو باللغة بتاعتنا العامية يقولك بيطرطر، واخد بالك؟ يبقى في ناس فسروها كده لكن التفسير ده لا يعتمد. إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين الخارج يعني بالبول وهو طالع كده، ولا يكون مستدبرا إلا إذا تغوط وهو قائم على هيئة الراكع. وعلم مما ذكرناه أنه يحرم الاستقبال بكل من البول والغائط، وكذلك الاستدبار بكل منهما، خلافا لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط. يعني بيقول لك ده القول ده ما تعتمدوش. وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك، والمعتمد أنه يحرم كما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أتيتم الغائط أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وظاهر كلامهم أنه لا يحرم استقبال المصحف واستدباره ببول وغائط، مع أنه أعظم حرمة من القبلة. المصحف أعظم حرمة من القبلة، يعني أنا حطت المصحف في الجهة دي يبقى المصحف ده الجهة اللي هو محطوط فيها دي صارت أشد حرمة من القبلة، فمثلا ما مدش رجلي ليه حتى وانا قاعد عشان ده المصحف محطوط، مع انك انت بتمد رجلك في القبلة ما حدش بيقولك حاجة، لكن لما تمد رجلك والمصحف محطوط الناس يقولك ما يصحش المصحف، فهو أشد حرمة من القبلة. لكن بالرغم من ذلك يجوز استقبال المصحف واستدباره حال البول والغائط، بالرغم ان هو جهته اشد حرمة من ايه؟ من القبلة. طب ونوجهها ازاي الحكاية دي؟ بس في حاجة اسمها الفروق، في علم اسمه الفروق، اللي هو احيانا تقيس حاجة على حاجة تلاقي ان القبلة جهة معظمة
فيحرم استقبالها بالبول والغائط. والمصحف حيثما وضع جهة تصير معظمة بل أشد تعظيما، فهل تقاس على جهة الكعبة في حال استدبار البول والغائط؟ فإذا قيست هل حكمها واحد؟ يبقى في الحالة دي سموها أشبه نظائر. طب اختلف الحكم يسموها فروق، يعني اشتبهوا في العلة واختلفوا في الحكم. هنا اشتبهوا في العلة واختلفوا في الحكم، دي جهة معظمة ودي جهة معظمة، لكن جهة الكعبة حرام استقبالها بالبول والغائط إلا بالشروط اللي احنا قلناها، لكن المصحف لا، طالما في مكان بعيد يعني طبعا مش هيصيبه الرشاش، وإلا لو أصابه الرشاش لو تعمد كفر. يعني لو تعمد انه يواجه المصحف بالبول والغائط متعمدا استهزاء نقول له كفرت، مش حرام بقى ده انت كفرت كده، شوف قد ايه. ليه؟ لانه تعمد استهزاء، لكن بلا تعمد ولا يقصد الاستهزاء نقول له خلاف الاول وليس حراما. واضح؟ ليه؟ لانه قد يكون في المفضول خاصية ليست في الفاضل، والفاضل هنا هو جهة المصحف والمفضول هي جهة الكعبة، خدت بالك؟ والمعتمد مع أنه أعظم حرمة من القبلة اللي هو جهة الاستقبال المصحف يعني، وقد يوجه بأنه يوجه الفرق، يعني ليه الفرق هنا؟ بأنه قد يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل، يثبت للمفضول من خصوصية ما لا تثبت للفاضل. واضح؟ ممكن يكون السبب التيسير، تيسير الشرع الشريف على الناس حتى لا يكون في حرج، لأن المصحف يتعدد في كل مكان، فلو تجنبت جهة المصاحف هتجد في حرج شديد، لكن الكعبة جهة واحدة فسهل ان انا اعرفها وامتنع عنها، فيبقى لصعوبة الاحتراز، واخد بالك ازاي، ولوجود الحرج رفع هذا الامر، لان ما جعل عليكم في الدين من حرج، وانه اذا ضاق الامر اتسع، فاذا ضاق الامر اتسع، فيمكن العله كده برضه. نعم، ان كان استقباله او استدباره على وجه يعد ازراء به، لو هو بيستقبل يعني جهه المصحف او بيستدبره على وجه يعد ازراء به يعني احتقار به، حرم ذلك بل قد يكفر به. وكذا يقال في استقبال القبر المكرم واستدباره اللي هو قبر النبي يعني وقبر الولي، كل ده يقال فيه، ان كان على قصد الاستهزاء والازدراء، ان كان وليا يحرم وان كان نبيا يكفر. واضح؟ كما قاله ابن قاسم على ابن حجر ونقله عنه الشبرمليسي على الرملي. قوله الآن يعني القبلة الآن، والقبلة الآن هي الكعبة، لأن قبلها كانت بيت المقدس، مش كده برضو؟ أي التي يجب استقبالها الآن، وسيأتي محترزه في كلام الشارح. وقوله وهي الكعبة سميت بذلك لتكعبها وارتفاعها، وتسمى قبلة لأن نقابلها. هو القبلة ربنا جعل الكعبة قبلة للأجساد في حال الصلاة، وجعل النبي قبلة للأرواح لأنه أسوة وقدوة، والله سبحانه وتعالى هو المقصود بالعبادة في الكل، فهو قبلة الأسرار. يبقى والسماء جعلها قبلة للدعاء، لأن الدعاء بتدعو بجسمك، والجسم متحيز والحيز يحتاج جهة، فلما كنت جسما احتجت إلى جهة فجعل لك جهة معظمة تتوجه إليها بجسمك، حتى لا يتفرق المسلمون في الصلاة، فإذا نودي للصلاة ما يبقاش كل واحد متوجه لحتة شكل، يبقى منظره مضحك بأجسامه، فجعلهم بأجسامهم في ظاهرهم متوجهين إلى جهة واحدة، وبأرواحهم متوجهين أيضا إلى نبي واحد مقتدين به، وبأسرارهم يريدون وجه الله، يبقى هي كلها بالمعنى والباطن والظاهر جهة واحدة. واضح؟ هذه المسألة. لكن الإسلام لا يريد تعظيم الجهاد بمعنى عبادة الجهة ذاتها، مش مسألة عبادة الجهة، احنا ما بنعبدش الكعبة،
لكن احنا نعظم الجهة اللي ربنا جعلها قبلة للأجساد. هذه المسألة كلها، لأن الإسلام جاء بالتوحيد، التوحيد الخالص الذي ليس فيه شميمة تجسيم، وليس فيه شميمة جهات، وليس فيه شميمة تحديد أماكن. وعشان كده ربك لما كلمك بالحقيقة قال لك إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال لك إن الله واسع كليم، وإن الله واسع حكيم وعليم وهكذا. فيبقى الحكاية كلها مش مسألة إن ربنا في الجهة دي، لا، ده أنت جسمك اللي هيكون في هذه الجهة، لأن هذه الجهة جعلها الله مكرمة، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، يختار من الأزمنة ما يشاء فيكرمها، ويختار من الجهات ما يشاء فيجعلها مكرمة، ويختار من المخلوقات ما يشاء فيجعل بعضها ملائكة وبعضها أنبياء وبعضهم أولياء وبعضهم صديقين وبعضهم شهداء وهكذا، يخلق ما يشاء ويختار. الآن أي التي يجب استقبالها الآن، وسيأتي محترزه في كلام الشارح، وقول وهي الكعبة سميت بذلك لتكعبها وارتفاعها، وتسمى قبلة لأن نقابلها. واستدبارها أي القبلة الآن وهي الكعبة في الصحراء أي في الفضاء، يعني لما يبقى ما فيش حاجز، يعني فضاء كده واسع، يبقى هنا الكلام متوجه لهذا المكان، وهو ليس بقيد كما أشار إليه الشارح بقوله والبنيان في هذا كالصحراء فغير الصحراء مثلها في ذلك. يعني حتى لو في البنيان في المدينة وكان يحرم استقبال الكعبة واستدبارها إن لم تتوفر الشروط اللي هو اللي هو أن يكون في بناء معد، أو أن يكون هناك ساتر ارتفاعه لا يقل عن ذراعين، وبعد الساتر لا يزيد عن 3 أذرع. واضح؟ فعلشان كده قوله في الصحراء ده مش قيد، مش قيد، ده في أي حتة بس بالشروط دي. فغير الصحراء مثلها في ذلك إن لم يكن، إنما احتاج إلى هذا التقييد لكونه حمله على الوجوب، وحمله الشيخ الخطيب على الندب، الشيخ الخطيب الشربيني ليه شرح على متن الغاية والتقريب اسمه الإقناع، الخطيب الشربيني من علماء مصر، من شربين، مش في بلد اسمها شربين؟ واخد بالك، في المنوفية ولا المنصورة؟ منصورة، الخطيب الشربيني. وحمله الشيخ الخطيب على الندب، ولذلك قيده بما إذا كان مع ساتر مرتفع 2/3 ذراع فأكثر، بينه وبينه 3 أذرع فأقل، ولا بد أن يكون للساتر عرض بحيث يستر بدن قابل الحاجة، على ما قاله الرملي وخالفه ابن حجر، قال لك مش مهم يبقى الساتر ليه عرض، إن شاء الله ما استرد. يبقى الرملي قال لابد ان الستر يبقى ليه عرض يستر عورته. الامام الرملي قال له لا، مش شرط عرض ده ولو كده اهو بس، لانه هي رمز، رمز لاحترام الجهه. واخد بالك، هي رمز، هذا الستر رمز لاحترام الجهه لا لستر العوره. واضح؟ ده راي ابن حجر الهيتام. والامام الرملي قال لا، ده الستر المقصود بيه ان يحجب الجهه عن الخارج، واخد بقى، عن الخارج نفسه، فيبقى يستر العورة عشان يحجبها عن الخارج. فعلى حسب نظرة الفقيه تختلف شروط الساتر. يعني حمل الأمر باجتناب التوجه إلى الكعبة أو استدبارها على الندب، على أنه مندوب. لا، ما هو قال لك بيبقى بالشروط. يبقى جعله مندوبا، اي اذا توفرت الشروط يبقى يندب له، كانه هو ما تكلمش على الصوره الواجبه لانه ذكر الشروط. يعني هو نفسه في الشرح قال يندب ولو كان هناك ساتر ارتفاعه كذا وعلى بعد كذا، كانه قال ان ده بيتكلم عن الندب وما اتكلمش على الصوره الواجبه، كانه بيقول لك اذا كان يندب في دي يبقى لو لم تتوفر تبقى واجب، كانه جعل الوجوب يستنتج. لا يضر، لا يبقى خلاص تبقى مكروه، بس ان كان متسعا وان كان ضيقا يبقى، واستطاع بغير مشقة يبقى خلاف الاولى. بس
وخالفه ابن حجر فقال لا يشترط أن يكون له عرض، يعني الستر ما يشترطش يبقى ليه عرض، وإرخاء ذيله كاف في ذلك، إن يرخي ذيله من خلفه كده زي ما يبقى ليه جلبية يرخيها من خلفه، ده كفاية ساتر كافي، ويكفي نحو ربوة مرتفعة، يعني يجي ورا ربوة كده مرتفعة ويتخذها ساتر ينفع، وتكفي يده إذا جعلها ساترا، ومثلها الدابة يربط الدابة بتاعته ويجعلها ساتر لي. وظاهر كلامهم تعين كونه ثلثي ذراع فأكثر، ولعله للغالب، فلو كفاه دون الثلثين اكتفى به، يعني لو كفاه ساترا لعورته أقل من ثلثين يبقى كفاه، يبقى العبرة إن هي يستر العورة يعني، أو احتاج إلى زيادة على الثلثين لضخامة جسمه يبقى وجبت الزيادة، ولو بال أو تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته، لأن هذا حريم للعورة، وحريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. أو كان، أي أو كان بينه وبين القبلة ساتر، وقوله ولم يبلغ ثلثي ذراع أي إلا إن كفاه، إلا أن كفاه دون الثلثين لصغر بدن قاضي الحاجة كما علم مما مر، يعني أي أو كان بينه وبين القبلة ساتر، وقوله ولم يبلغ ثلثي ذراع أي إلا، يعني يستثنى أن كفاه دون الثلثين لصغر بدن قاضي الحاجة كما علم مما مر فتكفي الكفين، بالرغم أنها أقل من ثلثين لصغر بدن قاضي الحاجة. قول أو بلغهما أي أو بلغ ثلثي ذراع، والبنيان في هذا أي في وجوب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها، وقوله كالسحراء أي التي اقتصر عليها المصنف فهي ليست بقيد كما مر، يبقى السحراء مش قيد، يبقى حتى البنيان كذلك طالما ما توفرتش الشروط، بالشرط أي المردد بين ثلاثة أشياء اللي هي أن يكون هناك ساتر مرتفع وعلى بعد كذا، أو يكون بناء معد لذلك. وقول المذكور أي في قول إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. قول إلا البناء المعد، البناء المعد لذلك اللي هي إيه اللي يسموها الكنف، احنا نقول عليها كنيف، في المغرب يقولوا عليه كنيف، يكتبها كده بالعربي كنيف، بيعتبرها لغة فصحى، واخد بالك ازاي، وتتكتب في كتب الفقه الكنف، واحنا من كتر استعمالها في العامية افتكرناها عامية فنتكسف منها ما ان هي فصيحة. الا البناء المعد، لو اسقط البناء لكان اولى ليشمل المعد في الصحراء، ويصير معدا بقضاء الحاجة فيه ولو مر مع العزم على العود إليه، وهذا في غير الكنف. وأما هي فتصير معدة للكنف، يعني فتصير معدة بتهيئتها لقضاء الحاجة فيها وإن لم تقضى فيها بالفعل، لأن هي معدة ليها أصلا، بخلاف واحد عامل حجرة كده محوطة في الصحراء مش كاتب عليها أنها لقضاء الحاجة، فدي قد تكون معدة لقضاء الحاجة أو لغيره، إنما الكنيف معد معد. فلا حرمة فيه أي ولا كراهة ولا خلاف الأولى، نعم هو خلاف الأفضل كما قاله الشيخ ابن حجر حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشق. وقوله مطلقا أي وجد ساتر أو لم يوجد، بلغ ثلثي ذراع أو لا، بعد عنه بأكثر من ثلاثة أو لا، طالما البناء معد خلاص. افرض دخلت حمام، في ناس تعمل حمامات دلوقتي واسعة مش كده، قد أوضة كبيرة واسعة، فخلاص لأنه ده بناء معد لذلك يبقى مفيش مشكلة. وخرج بقولنا الآن أي حيث قال استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها، قوله ما كان قبله أولا، يعني كلمة الآن يخرج ما كان قبله أولا، كبيت المقدس أي كصخرة بيت المقدس، فهو على تقدير مضاف والكاف استقصائية، لأنه لم يكن قبلة سابقا إلا بيت المقدس، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم استقبل بيت المقدس 17 شهرا مش كده، 16 شهر أو 17 شهر، ثم نزلت بعد ذلك آيات تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان
اللي هي هتبقى يوم الثلاثاء القادم، بس كانت توافق يوم اثنين ساعتها ايام النبي، كانت توافق يوم اثنين ليلة النصف من شعبان في السنة الثانية من الهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. استقبل بيت المقدس ثم نسخ بالامر باستقبال الكعبة. قوله فاستقباله واستدباره مكروه، يبقى بيت المقدس استقباله واستدباره مكروه، لكن الكعبة حرام الا بالشروط، واضح؟ لكن بيت المقدس مكروه. وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة المشرفة من الساتر بشرط، واضح؟ بشروط بقى الساتر، انه يبقى الغسل سايد ذراع ما يزيدش عن ثلاثة اذرع، واخد بالك ازاي؟ بنفس الحاجات دي، او يكون في البناء المعد. ويجتنب ادبا يعني ندبا، وقوله قاضي الحاجة اي المتلبس بقضائها بالفعل ولو غير مكلف، لكن الندب بالنسبة لوليه كما تقدم اللي هو الصبي يعني. البول والغائط كذا في الماء الراكد، يبقى تاني تالت ادب، يبقى اول ادب يجتنب استقبال الكعبة بالبول والغائط، وبيت المقدس في الكعبة واجب بشروط، وغير ذلك إذا زالت الشروط يبقى، إذا توفرت الشروط يبقى يندب أو يبقى من باب الأولى، وفي البيت المقدس يندب فقط والاستقبال، ويكره الاستقبال مع عدم توافر الشروط، وتزول شروط الكراهة بزوال شروط الحرمة في بيت المقدس في الكعبة، واضح؟ بعد كده ثالث أدب، ويجتنب أدبا البول والغائط في الماء الراكد. أدبا أي ندبا، وقول القاضي الحاجة أي المتلبس بقضائها بالفعل ولو غير مكلف، لكن الندب بالنسبة لوليه كما تقدم. البول والغائط وكذا البصاق والمخاط، انه يتف يعني، البصاق اللي هو اللي خارج من الفم، والمخاط اللي هو خارج من الانف، والنخامة اللي خارجة من الدماغ، لو واحد يعمل تروح جاية من دماغه، دي اسمها النخامة. يبقى في نخامة وفي بصاق وفي مخاط، شفت اللغة بتاعتنا حلوة ازاي، مليانة مرادفات، ما تلاقيش لدول مرادفات بالانجلش كويسين، لكن في العربي تلاقي ليها مرادفات واضحه، فهي لغه غنيه، اللغه العربيه لغه غنيه بالمرادفات. وكذا البصاق والبخاط في الماء الراكد اي الساكن الذي لا يجري ولا فرق فيه بين القليل والكثير، كما يدل عليه تفصيل الشارح في الجاري. نعم الكثير المستبحر كالبحر الملح والبرك الكبار لا كراهه فيه الا ليلا بس، فيكره لما ورد ان الماء ليلا مأوى الجن والاستعاذة، حتى واحنا اطفال اوعى تروح الميه يا ولد الجنية تاخدك، مش كانوا يقولوا لنا كده يخوفون، لان ده لان عرفوه من علم الدين، مش بيخوفوه اساطير، هم عرفوها من علوم الدين، فهمت ازاي؟ فهي مش اساطير ولا حاجة. لما ورد ان الماء ليلا مأوى الجن والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم، لأن في من الجن مجرمين عتاه فاقدين يعني، حتى تستعيذ ويجي برضه فاقد، زي ما في بني آدمين كده فاقدين ما يموش، فهمت ازاي؟ فبيقول لك برضه التسمية والاستعاذة تكفيك معظمهم، لكن العتاه منهم ممكن تصيب بعض البتاع، وعلشان كده تجتنب بالليل انك انت تروح الماء الراكد او الجاري او البحر او شيء. والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم، وهذا في المباح يعني مكروه اذا كان الماء الراكد ده مباح او مملوك، لا او مملوك له. طيب يبقى ساعتها يجتنب على في الماء الراكد او المملوك بخلاف المسبل او المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم، مش يكره بقى، يبقى يحرم لو كان مملوك له، كويس؟ او مباح يبقى يكره إن كان ماء راكد، واخد بالك؟ ليلا إن كان ليلا يكون أشد كراهة. يعني قالوا لا كراهة فيه، الإمام النووي رجح الكراهة على فكرة نهارا وليلا، وكراهة الليل أشد،
لكن هنا الشيخ بيقول لك ان نهارا ما فيش كراهة الا ان يكون مملوكا لغيره او مسبلا، يبقى في الحالة دي يحرم، واخد بالك ازاي؟ وغير على ذلك يباح ويكره في الليل فقط. فهمت المسألة؟ وما فرقش في الراقد بين الكثير والقليل، لكن في الماء الجاري فرق بين الكثير والقليل، بخلاف المسبل او المملوك لغيره. مسبل يعني سايبينه سبيل للناس كلها تستعمله للشرب، تستعمله لسائر الاستعمالات، يجي هو بقى كمان يبول فيه، الناس ايه؟ تزعل. يبقى في الحاله دي يحرم، لانه قد يضيع ماليته. او المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم، ولو مستبحرا ولو كتير، طالما مملوك لغيره يحرم. فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد. كان زمان بيسيبوا المساجد ما كانش فيها دورات مية وحنفيات كده، كان يبقى في مغطس كبير زي بانيو كبير زي حمام سباحة كده صغير، يملوه مية علشان الناس وهي داخلة تتوضى، كل واحد ياخد له جردل ياخد له كوز خش يتوضى، بيسموه المغطس، واخد بالك؟ فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه. إذا كان الحمام ده حمام مملوك وعالم رضا صاحبه خلاص، أو صاحبه عارف، لكن لو ما يعرفش رضا صاحبه يبقى يحرم. وإن كان نافعا عند الأطباء فقد قالوا أن بوله في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء. أطباء أيامه، طبعا الكلام ده احنا مش موافقين عليه، احنا أطباء الأيام دي تاخد الحكم مننا احنا. أطباء أيامه هو أيام الشيخ إبراهيم البيجوري قالوا كده، لكن احنا مش معاهم، نقول له برضه ما تتبولش، ودي ظهرك للترعة حتى لو كانت الترعة كثيرة وجارية. ليه؟ لأن ثبت الضرر، لأن البلهارسيا بتكمل الدايرة بتاعتها دورة الحياة، فبتستمر البلهارسيا تهري في أمعاء الناس وفي كبد الناس. لو امتنع أهل مصر أو أهل حوض النيل عن البول والتغوط في نهر النيل لمدة أسبوع واحد بس، اتحلت مشكلة البلهارسيا تماما، واخد بالك؟ لأن خلاص هتنقضي، لكن مش قادرين يمسكوا نفسهم أسبوع واحد، يدوا دارهم للترع أسبوع واحد، واخد بالك؟ للأسف من أيام الفراعنة، يعني شرحوا بعد جثث الفراعنة لو عندهم بلهارسيا. شوف من ايام الفراعنه البلارسي، لدرجه ان ابن بطوطه الرحاله قال ان اهل مصر رجالها طحيد، هو جاي من المغرب ما بيشوفش ان في رجاله بتجيب دم مع البول، جاء لقى اهل مصر لما بيتبولوا بينزل منهم دم عشان عندهم بلارسي، فقال والعجيب في رجال مصر انهم يحيضون كالنساء، واخد بالك؟ لانه ما كانوش يعرفوا ان في مرض اسمه بلهارسيا، هو لقى ان رجاله مصر بيبقى عندهم دم زي الستات كده بيخرج مع البول، واخد بالك؟ فهي حاجه قديمه، البلهارسيا دي موجوده من زمان. ولو كان مباحا او مملوكا وتعين عليه الطهر بان دخل الوقت ولم يجد غيره حرم عليه البول او الغائط فيه برضه، حتى ولو تعين عليه الطهر واتزنق وما قداموش لا يروح حته ثانيه، ادي ظهرك للترعه على طول زي ما بيقولوا لك الوقت. اما الجاري يعني الميه اللي بتجري مقابل للراكد وصحه المقابله لان فيه تفصيلا فيكره في القليل، محله اذا لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسه والا حرم، لانه لو الميه قليله ويجي يتبول فيها وغيره يتبول فيها هتنجس هتتغير، هيبقى ساعتها هيتضمخ بالنجاسه، يجي يشطف نفسه بيها يبقى تضمخ بالنجاسه، نشر النجاسه، خدت بالك ازاي؟ وده حرام التضمخ بالنجاسه. فيكره في القليل محله اذا لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسه والا حرم، وقوله دون الكثير اي فلا يكره الا ان يكون ليلا، فيكره لما تقدم من ان الماء ليلا مأوى الجن، ولو بال في البحر مثلا فارتفعت رغوة منه، لما يجي يبول في البحر كده تبص تلاقي البول نازل باندفاع يعمل رغوة، طب الرغوة دي طاهرة ولا نجسة؟ ما المية بتجري، هل الرغوة دي طاهرة ولا نجسة؟ واخد بالك؟ العلماء اختلفوا فيها،
فارتفعت رغوة منه فهي طاهرة خلافا لما في اللباب. كتاب تاني في اللباب قال لا الرغوة دي نجسة، لكن الشيخ البيجوري قال لا انا رأيي ان الرغوة دي طاهرة لانها بتتجدد المية على طول، بتتجدد المية على طول، فالرغوة اللي انت شايفها دي مش رغوة البول، دي رغوة تجدد الماء. ده رأي الامام البيجوري. ما لم يتحقق كونها من البول، يعني لو تحقق بقى كونها من البول، يعني حط ايده على الرغوة دي شمها لقاها بول، طب خلاص بقى نجس. واضح؟ ما لم يتحقق كونها من البول كأن وجد فيها رائحة البول. وبحث النووي تحريم البول في الماء الراكد إن كان قليلا، وكراهته في الماء الراكد إن كان كثيرا، وكذا في الماء الجاري كراهته مطلقا لأنه جاري، إلا إن كان جاريا قليلا تحرم أيضا لأنه تؤدي إلى التضمخ في النجاسة. يبقى الإمام النووي عمل بحث يفيدنا إحنا إننا لما نقول حرام إيه يعني بيأيدنا الإمام النووي في كلامنا ده، لأنه ما نقولش عليه مكروه، مكروه أصل حكمه خفيف، وإحنا الوقت عايزين نكره الناس قوي نقول لهم حرام بالفم المليان كده، فنلاقي النووي قال لنا حرام قبل كده، واخد بالك؟ لأن بحث تحريمه، يعني قال بحث قال إن محتمل ينفع يبقى حرام، واخد بالك؟ أدي معنى البحث، قعد يدور وينقب في الأدلة اللي قالت إنه مكروه، قال لا ده الأدلة دي ممكن نستشف منها الحرمة مش الكراهة. فهمت ازاي؟ ادي معنى اي لانه يتنجس بذلك. ورد بانه يمكن طهره بالمكاثره. الامام النووي بحث تحريمه قال لان الماء الراكد لو بال فيه وتعدد الناس هيتنجس، هيتغير فيضيع ماليته. فهمت ازاي؟ وضياع ماليه المال والانتفاع به دي حرام، يبقى حرام البول. فالشيخ بيقول لك لا، ما ممكن نرد على من هو نقول له انه ممكن يطهر بالمكاثره، نجيب عربيه مليانه ميه طاهره ونروح رمينا في الميه دي بالمكاثره لحد ما يزول ما بيها من رائحه وتغير. فهمت ازاي؟ ده كلام الشيخ بيقول لك ان احنا ممكن نرد على من هو نقول له كده، نقول له في وجهه للاستفاده به بالمكاثره لانه ما ضيعتش ماليته بالكليه. أي لأنه يتنجس بذلك اللي هو الماء يعني. ورد كلام الإمام النووي ده بأنه يمكن طهره بالمكاثرة، فهو ضعيف إلا أن يحمل على ماء إذا كان هناك تضمخ بالنجاسة فإنه يحرم حينئذ، والحمل أولى من التضعيف. يعني إحنا نحمل كلام الإمام النووي على إنه يقصد إنه كده يتنجس ويؤدي إلى التضمخ بالنجاسة فيحرم، لما نحمله على هذا أولى من إننا نضعفه مطلقا ونقول ان هو يتنجس بس من غير تضمخ، لان ده يكره. ليه؟ لان يمكن بالمكاثره يطهر، لكن لو كان هيتبول ويؤدي بوله هذا الى التضمخ بالنجاسه يبقى الاثنين دول مع بعض يبقى يحرم. وعلشان كده حمل كلام الامام النووي على هذا المعنى اولى من اننا نقول عليه ضعيف. فهمت ازاي؟ اتفضل. مقام المحمود الذي وعدتك لا تخلفني عهد. ان شاء الله السبت القادم هيبقى التوقيت الشتوي، هيبقى الدرس بعد العشاء، هيكون الدرس بعد العشاء عشان المغرب بيبقى بدري قوي، بيبقى الناس لسه جايه من شغلها، وبعضهم بيبقى لسه يمكن ما جاش من شغل، فهيبقى الدرس في التوقيت الشتوي بعد العشاء، وفي التوقيت الصيفي بين المغرب والعشاء، وفي رمضان اجازه ان شاء الله، ربنا يكرمك. ويوم الثلاثاء القادم الاحتفال بليلة النصف من شعبان من قبل المغرب بساعة في مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري، والدعوة عامة، اللي يحب يجي يشرفنا. والمسجد في ضريح، والمسجد في حجرة وفيه جدار فبطل شوشة، دول بيصلوا في مسجد في ضريح، ضريح منفصل وفي حجرة وباب مقفول. عايز ايه تاني؟ نجيب دبابة؟ حاجة غريبة، أصل في ناس قلقانة كده من الموضوع ده، يقلقوا. تقلقش علي. مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري قبل من طريق الأوتوستراد في المجزر الآلي قبل كوبري التونسي، واخد بالك؟ وانت جاي من المعادي
قبل كوبري التونسي كده على طول، هتلاقي طريق ترابي في وسط المقابر كده، وهتبص تلاقي ايه مبنى عالية منورة، هي دي مسجد سيدي ابن عطية. سهل يعني، لو جاي انت من ناحية من الناحية المعاكسة يبقى هتروح ماشي على طول في اتجاه صقر قريش، وترجع محوط تاني واخد بالك، وترد وما تطلعش بقى كوبري التونسي، خش بقى في الطريق الترابي، واللي جاي من المعادي ما يعديش كوبري التونسي، يخش على طول. سهل ان شاء الله. سيدي ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية، هو سكندري لكنه موتا قاهري، واخد بالك. احسن تروح تقابلنا في الاسكندرية ما تلاقيناش، لانه كان شيخه الشيخ المرسي ابو العباس المرسي، الناس يقولوا عليه المرسي، نقول المرسي زي ما اشتهر، لكن هي اصلا مرسي نسبة ايه لمرسية، مدينة في المغرب اسمها مرسية، فهو المرسي ابو العباس نسبة لمرسية، واخد بالك. كان شيخه هو سيدي المرسي ابو العباس، وبعدين ابن عطاء الله السكندري ورث حاله وبعديه، وكان هو من علماء الأزهر، وكان عالم من علماء الشريعة، ثم بعد ذلك صار عالما بالشريعة والحقيقة، وبعدين مات ودفن في هذا المكان، وفضل قبره في وسط المقابر لحد ما جاء شيخ تاجر اسمه عبد الحليم مجاهد، أيام الشيخ عبد الحليم محمود، شاف رؤية متكررة، وكان الراجل ده كان راجل غني يعني معاه أموال كتيرة، تاجر هو، شاف رؤية متكررة إن هو يبني مسجد بجوار قبره، فراح للشيخ عبد الحليم محمود، وكان أيامها شيخ الأزهر، وقال له على الرؤية دي، فقال له إن كان عندك إمكانيات نفذ، قال له أنا عندي إمكانيات، لكن هل يجوز؟ قال له يجوز طالما هنعمله في حجرة منفصلة والمكان متسع، فبنوا المسجد. وبعدين عمل لنفسه حجرة دفن فيها الشيخ عبد الحليم مجاهد نفسه ده، وكان الشيخ عبد الحليم محمود أوصى أن يدفن برضه في هذه الحجرة، وبعد ما مات أهل بلده قالوا لا إحنا أولى بيه، وراحوا ما نفذوش وصيته وخدوه دفنوه في بلده. دي قصة المسجد يعني. ويجتنب يعني قاضي الحاجة أيضا، يجتنب أي أدبا، يعني ده من باب الأدب من باب الاستحباب مش الوجوب. وقول أيضا أي كما يجتنب ما تقدم، قوله تحت الشجرة أي بحيث تصل إليه الثمرة، يعني ما يجيش تحت شجرة مثمرة ويبول أو يتغول، هتيجي الثمرة تروح واقعة تقع في البول أو الغائط يضيع عمليتها، الناس تعرف وبعدين يلعنوه يقولوا يا ملعون ايه اللي عملته ده، كل واحد رايح يقول الكلمة دي، وعشان كده الرسول قال اتقوا اللعانان. أي بحيث تصل إليه الثمرة، ومحل الكراهة إذا كانت الأرض مباحة أو مملوكة له، لو كانت الأرض مباحة أو مملوكة له يبقى مكروه. طيب افرض مملوكة لغيره أو وقف لسائر المسلمين تبقى حرام، واضح؟ يبقى مكروهة إن كانت ملك الشجرة أو الأرض مباحة مش ملك لحد، لكن لو كانت موقوفة أو ملكا لغيره حرم، ما لم يعلم أو يظن رضا صاحبها، ولو علم أو ظن ورود ماء على الأرض يزيل النجاسة لم يكره. يعني افرض الشجرة دي موجودة في محط سيل، والسيل نازل رايح جاي كل شوية، المطر ينزل ينظف ده كله، يبقى تزول الكراهة، خدت بالك؟ تزول الكراهة طالما عارف ان الحتة دي بتنضف على طول، وان كان يبقى خلاف الاول، تزول الكراهة ويبقى خلاف الاول، فهمت ازاي؟ والشجرة واحدة الشجر، يعني جمعها الشجر، الشجرة جمعها الشجر، وهو ما له ساق يقوم عليه، يبقى كل نبات له ساق يقوم عليه اسمه شجرة، وكل ما لا ساق له يسموه نجم، يبقى كل حاجة ليست لها ساق يسموها نجم، وكل ما له ساق زي يقولك والنجم والشجر يسجدان،
يبقى ما له ساق وما ليس له ساق من النبات يسجدان لله خضوعا له وانقيادا له، واضح؟ او النجم نفسه، عشان كده القرآن حمل اوجه. لكن اللي خلانا نقول ان النجم والشجر الذي لا ساق له انه جمعه على الشجر، فايه علاقة النجم اللي في السماء مع الشجر؟ يعني ملوش علاقة. لكن لما يقول النجم والشجر يبقى ما له ساق من النبات وهو الشجر، والنجم الثاني يبقى ما ليس له ساق للعلاقة المجاورة، انه بيتكلم على نباتات. فهمت ازاي؟ قال المعنى. والشجر واحدة الشجر وهو ما له ساق يقوم عليه، وأما النجم فهو ما لا ساق له كالقمح والبرسيم. والمراد بالشجرة هنا ما يشمل ذلك كله، ما له ساق وما ليس له ساق. يبقى برضه في أي حتة ما يروحش إيه يتغوط فيها ولا يبول فيها، يعني حتى لو زرعين بطيخ برضه ما يروحش، البطيخ ده في الأرض ما له ساق، لأنه لو تبول هناك وبتاع وتغطى يجي الراجل بيبيع البطيخ يخبط عليها كده اسمع إحنا، هتبقى حاجة تكسر. المثمرة أي التي شأنها، يعني من شأن الشجرة دي أنها تكون لها ثمرة، يعني مش شرط تبقى حالة ثمرة، يكفي أن الشجرة دي بتبقى مثمرة في وقت من الأوقات، يبقى بقى إيه ساعتها ما تبولش ولا تتغوط تحتها حتى ولو ما كانش وقت الثمر. فهمت إزاي؟ أي التي شأنها الإثمار وإن لم تكن مثمرة بالفعل. ولذلك قال الشارح وقت الثمرة وغيره. نعم إذا لم يكن عليها ثمرة وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يكره. والمراد بالثمر ما يقصد من الشجرة، الثمرة هي ما يقصد من الشجرة، أكلا كالتفاح أو شما كالياسمين أو استعمالا كالقرض. القرض اللي هو إيه؟ نوع من النباتات الحامية اللي زي الشطة كده، بيستعملوها في الدباغ، بيستعملوها في دباغ الجلود. وقت الثمرة وغيره، وفي بعض النسخ وغيرها، والضمير راجع للوقت. أما على الأولى اللي وقت الثمرة وغيره يعني غير الوقت لأنه مذكر، أمال وغيرها؟ أما على الأولى فظاهر لأنه وقت مذكر، وأما على الثانية فالاكتساب التأنيث من المضاف إليه، وقت الثمرة وغيرها، لأن هي أضيفت إلى مؤنث، الوقت أضيف إلى مؤنث، فإيه اكتسبت بالمجاورة، يسموها بالمجاورة، تأنيث بالمجاورة. ويجتنب أي أدبا. وقوله ما ذكر أي البول والغائط في الطريق المسلوك للناس برضه، يبقى تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق المسلوكة للناس، يعني الناس بتمشي في الطريق ما يجيش بقى في قارعة الطريق مكان ما الناس ماشية ويبول أو يتغوط. لخبر ها؟ ما هو على هيقول لك هنا، خد بالك هيقول لك هنا بقى ان في الظل في الصيف، واخد بالك، وفي المكان المشمس في الشتاء، هيخش في الحته دي. فهنا بيقول لعله الثمر، وهيقول لك بعد كده تاني لان قد تكون بعض الاشجار لا ظل لها زي النخله، النخله ظلها ضعيف قوي لان يبقى للثمر صافي. ففي بعض الاشجار بيبقى العله الثمر بس لان لا ظل لها كبير. في الطريق المسلوك للناس يبقى برضه يتقي البول والغائط فيها. لخبر اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، اي اتقوا سبب لعنهما كثيرا، وهو التخلي في طريق الناس او في ظلهم. ولما تسبب في لعن الناس لهما كثيرا نسب اليهما بصيغه المبالغه، والا فهما ملعونان. ملعونان مش ايه؟ مش لعانان، ده هما ملعونان كثيرا من الناس لا لعانان. وخرج بالمسلوك المهجور فلا كراهه، لو طريق مهجور يبقى لا كراهه. ولو زلق، طب افرض زلق احد بسبب الحاجه التي قضاها في الطريق فاتكسر، عليه الضمان؟ يعني يكلف له بقى ويعالجه ويبقى عليه دية أو تكاليف العلاج. ولو زلق أحد بسبب الحاجة التي قضاها في الطريق فتلف لم يضمن، وإن غطاها بتراب أو نحو، حتى ولو غطاها بتراب أو نحو، لأن الأولى لو عمل في الطريق بقى، وإحنا قلنا ده كده حرام، إن ما يغطيهاش بقى لأنه كده هيخلي الناس كمان ما بتعرفش تتجنبها.
واخد بالك؟ وإن غطاها بتراب أو نحوه، لأنه ضرورة. ليه قلنا لا يضمن؟ لأنه ضرورة، لأنه ممكن يكون جاله دور إسهال ممسكش نفسه، فهمت إزاي؟ فنزلت منه في الحتة دي، مش محتمل. ويقول لك اجتنبوا الحدود بالشبهات، وإحنا قايلين إن الضمان ده نوع من الحدود، فقال لك لا يبقى لا يضمن. طب افرض رمى زبالة واحد اتزحلق يضمن، قال لك الفرق ان رمي الزبالة لا ضرورة فيه في هذا المكان، لكن قضاء الحاجة قد تعتريه الضرورة. واضح الكلام؟ يبقى في حاجة اسمها الفروق عند الفقهاء، تلاقي حاجة الاثنين حاجة واحدة، واحد بالة او تغوط فالتاني اتزحلق فيها نقول له لا يضمن، رمى الزبالة نقول له يضمن واتزحلق. يعني رمى قشرة موز واحد اتزحلق فيها ورجله اتكسرت وقالوا له هتتكلف 10,000 جنيه، يبقى اللي رمى قشرة الموز دي يدفع ال 10,000 جنيه ويأكل عياله فترة رؤاده كمان عشان يحرم ياكل موز هو وعيلته بعد كده، مش يرميها. ولو زلق احد بسبب الحاجة التي قضاها في الطريق فتلف لم يضمن وان غطاها بتراب او نحو، لأنه ضرورة. يعني التبول والتبرز ده ضرورة غصب عنه، لكن يسن ألا يغطيها. يعني وكان لو لابد بقى واتزنقته قوي وما قدرش يبقى ما يغطيهاش بقى عشان الناس تشوفها تتجنبها، فهمت ازاي؟ هي هتجف بقى. ألا يغطيها لتراها الناس فتتنحى عنها، بخلاف القمامات إذا طرحها في الطريق وتلف بها شيء فإنه يضمن، لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة. واضح؟ وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء برضو يجتنب التبول والتغوط في المواضع دي، موضع الظل صيفا وموضع الشمس شتاء، المراد منهما محل حديث الناس إن كان مباحا. طب افرض ان الحتة دي الظل دي كل يوم شوية عيال شبان تقعد فيها عشان يشربوا بانجو ويعكسوا الستات اللي ماشيين، لا ده احنا نجيب العيال بقى نقول لهم تغوطوا هنا عيال مخصوص لمنع المنكر. شوف قد ايه بقى، علشان دي عيال شضاليه هتيجي تقول لهم ما تقعدوش هيتطاولوا عليك، لكن هم من نفسهم اما يلاقوا الحكايه يروحوا ماشيين خلاص، يبقى جت من عندهم وما يتطاولوش، فاهم؟ ايوه. فيبقى شفت ان الحكم الفقهي بيختلف باختلاف الظروف. ادي احكام الشرع، لان الناس تيجي تستعجب يقول لك المفتي الفلاني من سنه كذا كان بيقول كذا، والمفتي ده بيقول كذا، والمفتي ده بيقول كذا في نفس المساله، لأن قد يكون في وقت من الأوقات المسألة دي تكون مباحة، وفي وقت تاني قد تكون مكروهة، وفي وقت تاني قد تحرم، وهكذا. لأن الفقيه ابن زمانه، ابن الزمن اللي نشأ فيه. واضح؟ المراد منهما محل حديث الناس إن كان مباحا، إذا كان حديث الناس مباح يبقى، وإلا بأن كانوا يغتابون فيه أو يجتمعون للمكس ونحوه فلا يكره. قاعدين عاملين إتاوة على الناس اللي معديين، واخد بالك؟ أدي معنى المكس، كل واحد معدي يدينا أي حاجة، وإلا بالعصاية يضرب أو يضايق، فالناس بتجتنب شرهم. يا عم خد طب ربع جنيه، طب خد جنيه ويعدي خلاص، فعملوها شغلانة بقى. فلا يكره بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية. وفي الثقب برضو إنه إيه، ما ينقي الثقب كده ويروح منشن فيه، تطلع فيه حية تروح طالعة على الآن، صح؟ وقد يكون مأوى للجن عايش فيه فيأذيه، لأنك كده نجست له بيته وهو قاعد منظفه طول النهار، والجنية قاعدة تمسح وتنظف، تيجي أنت تروح متبول فيه، تروح طالعة عاملة لك أذية، أو يبقى فيه عقربة تطلع تضايقك، وهكذا. كل ده شوف الشرع يريد انه يحافظ عليك. مراعاة الاداب احيانا كثيرة للمحافظة على الشخص نفسه بغض النظر عن حق الله بقى في امور اخرى. وفي الثقب بفتح المثلثة واحد الثقوب، وضبطه الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني بضم المثلثة للثقب، والذي في المختار ان الثقب بالفتح واحد الثقوب وبالضم جمع ثقبة، ومثله السرب بفتح السين والراء ويقال له الشق، السرب اللي هو زي ايه؟ زي الشق كده. وهو ما استطال، وقال العلامة المناوي السرب بيت في الأرض ومثله الغار والكهف،
لأنه قد يكون في ذلك حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه، وإن غلب على ظنه أذى له أو لما فيه من الحيوان المحترم حرم عليه ذلك. وقد يكون في حيوان محترم، في هذا الغار ده واحد مثلا رابط عايشة فيه غزالة، مش الغزالة دي حيوان محترم؟ حيوان محترم، لأنك ممكن تصطادها وتبيعها وتاكلها، يبقى حيوان محترم. أو عايش فيه حمار وحشي، أو عايش فيها أي حاجة وحشية، واخد بالك، بتستفاد بها، فتيجي أنت تبول وتتغوط تأذي هذا المحترم. وهو النازل المستدير، تعريف الثقب اللي هو إيه؟ النازل المستدير، يشمل ما حفره حالا وفيه بعد، لأن العلة المتقدمة لا تأتي فيه. هو بيقول الثقب، ما يقولك الثقب مطلقا هيشمل حتى لو أنا حفرت حفرة واتبول فيها علشان أمنع الرذاذ، قالك لا ما يشملهاش دي لأن ما فيهاش العلة. واضح؟ ولا يتكلم، ومن ضمن الأداب بقى ألا يتكلم، أي لا بذكر ولا غيره حال قضاء الحاجة. ده في ناس يا سلام يبقوا كل واحد في كابينيه وقاعدين بيتكلموا بيحلوا مشكلة فلسطين وبيتناقشوا في العراق واللي بيجرى فيه، ده ما يصحش، وعلاء الأسعار وكل حاجة بقى قاعدين يفتحوا كل المواضيع، ما يلقش بالمسلمين. ولا يتكلم أي لا بذكر ولا غيره، فلو عطس حمد الله في قلبه ويثاب عليه على هذا الحمد يعني. وإن كان لا يثاب على الذكر القلبي في حال قضاء الحاجة إلا الحمد عند العطس بس، فيكون هذا مستثنى. ولا يكره الهمس ولا التنحنح، يعني لو واحد خبط عليك آدي معنى تتنحنح، واخد بالك، مش مين عايز ايه، انا فلان، الله، نحنح خلاص يعرف ان في بني ادم جوه خلاص. ولا يكره الهمس ولا التنحنح، وظاهر كلامهم ان القراءة لا تحرم حينئذ، وهو كذلك. القراءة يعني ايه؟ ان يجري بلسانه قراءة. وان قال الاذرعي اللائق بالتعظيم المنع، خد بالك القراءة لا تحرم لكن تكره، هو بيتكلم في الحرمة. يبقى قراية الجورنال تكره، بيجي لهم بواسير، اللي متعودين يقعدوا يقرا الجورنال وهو على الكابينيه بيجي لهم بواسير وبيقعوا تحت ايدين الجراحين. ليه؟ لانه بيستحلى القعده مده طويله، ما هو قاعد بقى بيخلص المقال، واخد بالك ازاي، وساعات ياخد معاه كوبايه الشاي يشرب شاي كمان، كل ده مكروه، واخد بالك، مكروه لانه ما يلقش، او فنجان قهوه على الريحه، واخد بالك، كل الحاجات دي ما يلقش، عادات غير اسلاميه بالمره، تاخد بالك منها تجتنبها. اولا لما هتاخد حاجه تقراها جوه هتعينك انك تقعد مده طويله، ولو قعد مده طويله في وضع قضاء الحاجه هيعمل بواسير، واخد بالك ازاي، ويعطل حتى الاخراج، يوم يعمل احتقان دائم، يوم يعمل سقوط شرجي، يوم هتقع في ايدين الجراحين، انت حر بقى. فشوف مراعاه الادب، لانه قضاء الحاجه ده في مكان فيه نجاسه، والمكان اللي فيه نجاسه ده المسلم ما يقعدش فيه الا للضروره، بقدر الضروره، ويبقى عايز يخلص يجري، واخد بالك، انما ما تاخدش الحاجات اللي هي تخليك عايز تقعد يعني. ادبا اي ندبا لغير ضروره تقييد الكراهه، يعني لا يكره الكلام لغير ضروره. طب افرض اتكلم لضروره، بيقضي حاجته وشاف حيه ماشيه هتقرص بني ادم، يقول له الحق تعبان خلاص بقى ضروره، يبقى لضروره معلش. قاضي الحاجه ظاهره أن هذا الأدب مختص بقاضي الحاجة، وليس كذلك بل يعم الداخل لنحو كنس أو وضع ماء، يعني حتى اللي داخل يكنس دورة المية برضه ما يتكلمش هو جواه، حتى اللي هيكنس، لأنه المكان ده ما يليقش أنك تتكلم فيه، لنحو كنس أو وضع ماء، لأن هذا الأدب متعلق بالمكان، فقاضي الحاجة ليس بقيد. على البول والغائط ظاهره أن الكراهة حال خروج الخارج فقط، وبه قال الشيخ الخطيب وتبعه ابن قاسم في شرح الكتاب، والمعتمد أن الكراهة تكون فيما قبله، يعني فيما قبل خروج الخارج، وفيما بعده طالما هو في نفس المكان، ولو كان سردابه طويلا جدا، يعني ولو كان في مكان دورة مية بسرداب كده بيمشي في ممر كتير تحت الأرض على ما يوصل، يبقى طول ما هو ماشي في السرداب ده كمان ما يتكلمش حتى لو طويل، ده معنى كلامه يعني.
قوله فإن دعت، يعني دعت الحاجة محترز، قوله لغير ضرورة، وقوله كمن رأى مثال لمن دعته ضرورة للكلام، وقوله إنسانا ليس بقيد بل مثله كل حيوان محترم. يعني حتى لو مش شايف إنسان، افرض بيقضي حاجته مثلا في الخلاء وعامل الساتر بتاعه، لكن شايف في جاموسة ماشية هتقع في المسألة، أو ده حيوان محترم ينادي على الراجل يلحقها يمسك، أو شايف مثلا أي حاجة، عيل مثلا هيجي جنب باجور والع هيتحرق، أو جنب آلة دراس أو آلة ري هيغرق، أو أي حاجة من هذا كله، يبقى أي حاجة كده تدعو الضرورة يبقى اتكلم ساعتها، مفيهاش مشكلة. لم يكره الكلام حينئذ، أو شايف واحد هيقتل واحد ياخد بطاره، يعني هو بيقضي حاجته في الدرة في الصعيد، ولقى واحد مستخبي في الدرة عايز يطخ فلان اللي هو هياخد بطاره، يبقى يتكلم بقى، مش يطخ ويموت ويقول الله أنا كنت شايفه بس ما أصل أنا بقضي حاجتي، مقدرش أتكلم. طب ما الراجل ضاع، ما ينفعش. لم يكره الكلام حينئذ، أي حينئذ دعت ضرورة للكلام، بل يجب إن تحقق الأذى تحذيرا للإنسان من الضرر، ومثل الحيوان المحترم كما علم. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك. وفي التفصيل ده في تفصيل في ناس قالوا لك رأى بالنسبة للشمس والقمر، أي عند طلوعهما أو غروبهما دون ما إذا صار في وسط السماء فإنه لا يمكن استقبالهما حينئذ إلا إذا نام على قفاه، وحينئذ يبول على نفسه، وده محال، يبقى الكلام مش كده. والقمر ظاهر كلام المصنف كغيره، ولو في النهار، وبحث بعضهم التقييد بالليل، يبقى القمر تقييده بالليل والشمس تقييده بالنهار، وهو المعتمد لأنه محل سلطانه، يعني سلطان القمر محله بالليل وسلطان الشمس محله بالنهار. ولا يستدبرهما ضعيف، فالمعتمد عدم كراهة الاستدبار، الكراهة في الاستقبال بس، وأما الاستدبار فلا كراهة. أي يكره له ذلك، أي المذكور من الاستقبال والاستدبار، وهو مسلم في الاستقبال دون الاستدبار، وتنتفي الكراهة بالساتر اللي احنا قلنا عليه طوله ثلثي ذراع أو وعلى بعد ثلاثة أذرع، واخد بالك، تنتفي. احنا هنخلص معلش الحتة دي غصب عني خمس دقايق معلش، عشان بقى عايزين نخلص موضوع الاستنجاء ده، عشان المرة الجاية نترك بقى دورة المية. لكن النووي الإمام النووي استدرك على ما قبله، لأنه ربما يوم أنه لم يخالف في ذلك النووي ولا غيره، وقوله قال إن استدبارهما ليس بمكروه، أي بخلاف استقبالهما فإنه مكروه، وهذا هو المعتمد. يبقى بالنسبة للشمس والقمر الاستقبال بس هو المكروه، أما الاستدبار فلا، بخلاف طبعا الكعبة فالاستقبال والاستدبار حرام بالشروط اللي قلناها في الأول، وبالنسبة لبيت المقدس الاستقبال والاستدبار مكروه بالشروط برضو اللي احنا قلناها في أول الدرس. إن ترك استقبالهما، أن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، يعني الإمام النووي قال إن ترك استقبالهم واستدبارهم سواء، وعدم ليصح الإخبار بقوله سواء، أي فيكون مباحا، الكلام ده ضعيف بالنسبة للاستقبال دون الاستدبار، كويس. وقال في التحقيق غرضه بهذه العبارة تأييد ما قبلها في الجملة وهو ضعيف كما علم. تتم دي آخر حاجة في الباب بقى، بيكمل لك حاجات ما قالهاش لا المصنف ولا الشارح، المحشي مش المحشي، المحشي اللي هو كتب حاشية يعني اللي هو الشيخ إبراهيم البيجوري، عايز يقول لك إن في آداب لسه ما قالهاش، زي إيه؟ وبقي من الآداب ألا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا وشمالا، وأن يبعد عن الناس إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه، وأن يستتر عن أعينهم ولو بإرخاء ذيله أو راحلة أو وهدة، وألا يبول في موضع هبوب ريح، يعني بيبقاش الهواء جاي كده وهو يقف كده بحيث البول الريح ياخده يجيبه على رجليه أو على هدومه، وألا يبول في موضع هبوب ريح لألا تعود عليه بالرشاش، ولا في مكان صلب لألا يعود عليه الرشاش منه لصلابته، يعني ما ينقش حتة زلطة وينشن عليه عشان كله يرد عليه،
يختار حتة طرية من الأرض كده مطمئنة بحيث إنها تستقبل الماء تشربه، ما يردش عليه. لأن أنت عارف إن عامة عذاب القبر في أمة النبي على فكرة من عدم الاحتراز من البول. فالواحد ياخد باله، لأن كتير الواحد بيلاحظها دي، وبالذات الأطباء بيلاحظوا الحكاية دي. نيجي نكشف على الناس تلاقي آثار البول بقع كده باينة، بيصلي إزاي ده متستعجب؟ واخد بالك؟ لأنه ما بيحترز، يتسرع في بعد ما يتبول، يتسرع ويشطف نفسه ويمشي، يبقى لسه في بقايا بول في مجرى البول، تروح نازلة في ثوبه وهو ماشي وبعدين تنجسه، وبعدين هيجي يصلي بقى ازاي؟ المشكلة. فالواحد لازم ايه يستبرئ من بوله كويس. عامة عذاب القبر من ايه؟ من عدم الاستبراء من البول ومن المشي بين الناس بالنميمة، والاتنين دول متوفرين جدا، ربنا ينجيهم. وألا يبول قائما، برضو من الآداب انه ما يبولش قائم. وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، انه جائز، لأن النبي جحشت به ناقته فأصابوا ألم في مقبضيه، مقبضيه اللي هي إيه؟ اللي هو خلف الركبة يعني، فبقى ما يقدرش يقعد كده زي ما نقول بالبلدي بتاعنا يقعد على قرافيسه يعني، فبال واقفا عدة أيام. فقالوا إن فعل النبي كان لأجل ضرورة ولبيان أنه ليس بمحرم بل مكروه بس. لبيان الجواز، على أن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، وألا يدخل الخلاء حافيا، طبعا عشان ما يدوس على نجاسات، يبقى يدخل لابس شبشب ولا مكشوف الرأس، وأن يرفع ثوبه لقضاء حاجته شيئا فشيئا، مش يعري كده وهو واقف كل الناس تشوف عورته وبعدين يقعد، يعني يرفع ثوبه حبة حبة ويقعد. الشباب في النوادي يقلعوا قدام بعض ويلبسوا قدام، يقول لك ايه ما احنا رجالة. ايه رجالة؟ ايه رجالة؟ حرام، الحياء مطلوب، بالذات في نوادي السباحة، حمامات السباحة، وفي أماكن التدريب، وفي الجيش والحاجات دي، ويعتبروا إن اللي بيدارى ده يعني مكسوف ومش رجولة يعني. لا، ده هو الدين، الحياء من الإيمان. ها؟ لأن جهة السماء جهة معظمة، فيبقى بيعمل لنفسه ساتر، لو كان في سقف خلاص. الكلام ده لو كان لجهة السماء. ويرفع وأن يرفع ثوبه لقضاء حاجته شيئا فشيئا، ويسبله كذلك، ويعتمد على يساره في قضاء حاجته لأنه أسهل له، يعني يسند على يساره شوي. حاجة عجيبة، ما لأن القولون النازل ماشي جهة اليسار، هم كأنهم عرفوا تشريح، فلما يعتمد على يساره شوية يبقى ضاغط بفخده على جهة اليسار اللي هي الحتة اللي مخزن البراز، يقوم ينزل بسهولة. شفت بقى كلام الفقهاء حلو ازاي؟ ويعتمد على يساره في قضاء حاجته لأنه أسهل له، وأن يقول عند وصوله لمكان قضاء حاجته عند الباب: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يتمم البسملة، ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هنا الذكر هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لأن احنا عارفين أن القاعدة أن ذكر الله في المكان ده أصلا منهي عنه للتعظيم الذكر، فيبقى للضرورة يقول بسم الله بس، اللهم إني أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث. وإنما أتى بسم الله حينئذ لأن حفظه من الشياطين أمر ذو بال، فلا يقال كيف يأتي بسم الله مع أن دخول الخلاء ليس بأمر ذي بال، والخبث بضمتين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم، يعني الخبث اللي هما جمع خبيث اللي هو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. وعقب انصرافه يقول غفرانك 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 ثلاثا، وطبعا يخرج برجله اليمين زي ما دخل برجله الشمال يخرج برجله اليمين. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وروي أن نوحا عليه السلام كان يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، وبقي له آداب أخر تطلب في المطولات. ونقف على فصل في نواقض الوضوء يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء عشان التوقيت الشتوي إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة.